السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا هنا قامت ما قعدتش عشان كنت بقول يا جماعة خدوا بالكم من ولادكم بيروحوا الدروس امتى او بيخرجوا امتى، المواعيد بتاعت الدروس بيخلصوا امتى، بتكونوا عارفين يعني المسافة ما بين المكان والبيت، يعني ملهاش لازمة التأخير المبالغ فيه، لازم تكونوا عارفين بيروحوا منين او بيروحوا فين وبيجوا منين والوقت وكده. يعني هو انتوا فاكرين ان انتوا عملتوا الثورة دي عشان انا بقول خدوا بالكم من مواعيدهم ومجيهم ومروحهم كده؟ ابدا والله ابدا. هقول لكم انا بقى الثوره دي اتقامت ليه. الثوره دي قامت علشان انا قلت كنت بعمل كده مع بنت زوجي، بل كنت بقى لو انا كنت قلت ان انا بعمل كده مع بنتي ولا ابني كنت هتشيلوني فوق دماغكم، يا ده انت ام محافظه على عيالها، ده انت بتشوفي مصلحتهم، ده انت شايفه واجبك عليهم، ده انت واخده بالك. لكن انتوا طبع مش هقول حنيه، انتوا بتدعوا الحنيه او بتدعوا المثاليه الهبله، ده اسمه هبل اللي انتوا بتقولوا ده اسمه هبل، وانا مش هرد عليه، ما ردتش على اي كومنت على فكره. يعني خلينا ندخل بقى ايه في جدال النهارده الجديد اللي انتوا هتجادلوني برده فيه. في فتره المراهقه كده حاجه اسمها انا حر اعمل اللي انا عايزه، محدش ليه دعوه بيا. الحقيقه انها بتبقى صعبه شويه عند البنات عن الولاد. يعني الولد هتلاقيه في سن المراهقه عايز يحس ان راجل ومسؤول عن تصرفاته، بيخرج براحته بيجي براحته، مش عايز حد يقوله بتروح فين وتيجي منين. فمعظم الاهالي يا عم ده راجل سيبه يروح زي ما هو عايز ويجي زي ما هو عايز، ما تكبرش معاه علشان في الاخر ده ولد. هو يعني منطق مش صح 100%، بس المفروض اللي احنا نعمله نطمن انت فين، مش بحدة وما ينفعش ان احنا انت فين انت متأخر لغاية دلوقتي ليه. هي بتبقى بالراحة وبهدوء ببين له ان انا خايف عليه او خايفة عليه، ان انا يهمني مصلحته. طب يا حبيبي ما تأخرش على الغدا، طب يا بابا لو اتأخر قولي علشان انا بحب قبل ما انام اطمن عليك. طب هو ده انت قاعد مع مين دلوقتي سلم لي عليه، وانت ايه ده انت مش قاعد مع فلان طب سلم لي عليه. حتة الرقابة اللي هي متلونة محلوة مدارية مع البنات. في حاجة تانية بقى برضو في عند الولاد، حتة السجاير دي منتشر قوي في سن المراهقة، ان هم عايزين يجربوا موضوع السجاير، عايزين يشربوا سجاير. انا منفعش ان انا اقول لا سيبه براحته علشان هو بيعمل حاجة براحته، بخلص بقى ولد يشرب قدامي احسن ما يشرب وراي. يا سلام يشرب قدامك احسن ما يشرب وراك ازاي؟ يعني في بعض الاباء يعني الفكر ده هم ماشيين عليه. ليه؟ لان هم اصلا مدخنين. لكن لو انت شخص مش مدخن انت هتعرف ان دي كارثه، ان ابنك يهدر ماله وصحته ويعمل حاجه حرام. ما هو المدخن ده ما بيسبحش، المدخن ده بيعمل فعل بيجهر بالمعصيه. فانت لو انت شخص مش مدخن هتبقى عارف الكارثه اللي ابنك فيها. فما ينفعش ان احنا نسيب نطلق العنان للطفل، لا براحتك ما يعمل حاجه الغلط قدامي احسن ما اعملها وراي. لا انا كده دوري التربوي راح، دوري ان انا اخاف عليه راح، ان انا هو يشوفني قدوة. انا والله العظيم يعني ناس اعرفها قريبة مني جدا ما بيقدروا يشربوا السجارة قدام باباهم، كبار متجوزين ومخلفين، ليه؟ احترام ليهم. فهي الحتة حتة احترام برضو. يعني انت عارف ان ده فعل غلط، خلاص انت عارف ان ابنك بيعمله بس ما تسمحش انه يعمله قدامك. دي قناعات وفكر وطريقة تربية الناس اتربوا عليها، وهتلاقوا اكتر الناس دي بتاعت زمان، الناس اتربت على القيم والمبادئ. من في ايه ده؟ ايه ابني يقعد يطلع دخان قدامي ويشرب قدامي سجاير؟ دي حاجه مش مقبوله خالص. يعني نيجي بقى للبنات علشان الناس اللي بيحبوا يعقدوها، وانا هعقدها معاكم. حته حريه البنت في فتره المراهقه مرتبطه ارتباط وثيق جدا بكذا حاجه. اول حاجه الدين، تاني حاجه عاداتنا وتقاليدنا، تالت حاجه سلطتنا احنا عليها كاب وام. يعني مثلا مفيش حاجه اسمها البس اللي انا عايزاه، انا كلام اتكلمت فيه قبل كده معاكم، وبرده كان فيه هجوم جامد مش عارفه على نيلي تي، بس يعني انا اتمنى ان اللي بيهاجموا دول يكون عندهم بنات وتكون الحياه عندهم وردي، عشان كده هم بيهاجموا شايفين ان انا غلط. مفيش حاجه اسمها البس اللي انا عايزاه، لا في حاجه اسمها البسي اللون اللي انت عايزاه بما يتناسب مع الدين مع الشرع مع العادات والتقاليد مع طبيعه لبسنا احنا، طبيعه عيلتنا احنا، او طبيعه اللبس اللي احنا متعارف عليه عندنا. مفيش حاجه اسمها انا براحتي اعمل اللي انا عايزاه، احط ميك اب ما احطش ميك اب، لا مفيش حاجه اسمها كده. لو مش هنتكلم بحته الدين، لو انتوا مش بتتكلموا موضوع الدين وان هو لا يجوز اصلا انها تطلع من باب البيت وهي متبرجه، ده اسمه تبرج، لا يجوز تطلع من باب البيت وهي حاطه ميك اب،
في حاجة اسمها أدب، في حاجة اسمها ان انت لسه صغيرة على كل الحاجات اللي انت بتعمليها دي او اللي انت عايزة تعمليها، في حاجة اسمها انت حرة في اختيار الحاجة اللي تتناسب مع سنك وعاداتنا وبرضه تربيتنا، لكن مش حرة ابدا في الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها او اللي احنا لسه لينا سلطة عليكي بيها. وخلي بالكم عشان الناس بتزعل قوي من حتة السلطة دي، هو احنا هنربيهم بالسلطة؟ هنربيهم بالحب وبالود وبالسلطة، لازم تكون سلطتنا كأب وأم. احنا لو سلطتنا كأب وأم راحت، احنا فين احنا عامل ال، مش هقول يعني كلام ممكن يتفهم غلط، بس احنا فين دورنا احنا لو ملناش سلطة على ولادنا؟ الكلام ده مش هيعجب نص الناس اللي هم لسه ما اتجوزوش واللي هم لسه شباب، واظن ان هم تبقى كلهم في مرحلة المراهقة فمش هيعجبوا من الكلام. لازم تعرفوا ان احنا اباء وامهات دورنا ان احنا نوجه وندي مساحتهم عشان يعرفوا يقرروا ويفكروا كويس، لكن ننشلهم وناخدهم من اي غلط ممكن يقعوا فيه ونجبرهم على الصح لو الموضوع ممكن يأذيهم. احنا دورنا مش ان احنا نسيبهم براحتهم. يا جماعة انتوا مش فاهمين، كل الناس اللي كانت بتعلق لي ومعترضة جدا على كلامي، انتوا لسه اتجوزتوا ولا خلفتوا ولا عندكم عيال ولا حسيتوا يعني ايه تربية، ولا عرفت ان انتوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما عرفتوش ان انتوا هتتسألوا ربنا سبحانه وتعالى هيسألكوا يوم القيامة عن تربيتكم وعن النبتة ان انتوا طلقتوها على الناس بأخلاقها بصفاتها بكلامها بسلوكها. فالله يكرمكم. قبل ما نحاول نكون open minded بقى والكلام ده، لا، خليكم ناس واعية عندكم مسؤولية التربية، عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى حملكم امانه لازم تكونوا قدها. ما ينفعش ان نتهاون علشان احنا هنسال، مش مجرد عيال بنخلفها بس، احنا هنسال امام الله على سلوكهم وطريقتهم. السلام عليكم.